لقاء جامع ضد السلاح المتفلت دعا إليه الحراك المدني العكاري استنكارا لفوضى إطلاق الرصاص، والذي أدى ويودي يوميا بحياة العديد من الأبرياء آخرهم الضحية ريم شاكر. اللقاء الذي عقد في بلدية حلبة حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية والحراك المدني، وتخلله كلمات دعت الأجهزة الأمنية لملاحقة مطلقي النار وأنزال عقوبات بحقهم. هنا أسألكم يا من تطلقون النار ابتهاجا بعودة حجيجكم بعد أن غفر الله ذنبهم، لماذا ارتكبتم ذنب قتل ريم؟ هذا الذنب الذي لا يغفره الله قتل النفس. هل هناك في الوجود في العالم دولة يحدث فيها ما يحدث في لبنان؟ هذه بدعة، بدعة خطيرة انتشرت عندنا. على الدولة أن تزيل المعوقات أولاً من أمام تطبيق وتنفيذ هذه القوانين حتى تنفذ القوانين على عامة الشعب اللبناني. نحن ما نتساهل بالأحكام يا أخوان، ما نتساهل، نعمل حالة أو تنتين أو عشر حالات وننزل عقوبة قاسية. شو هي؟ ومش أو يعني حبس وغرامة، لأنه المواطن بعض الأحيان بيتوجع من الغرامة أكثر من الحبس. يعني ارفعها على السنتين حبس فعلياً، حط له 3 ملايين او 5 ملايين غرامه، وما بيطلع من الحبس الا ما يدفع الغرامه. انا بعتقد هذه خطوه كثير مهمه عمليه، ما بدي احكي تنظير. المجتمعون اكدوا على ضروره ان يرفع السياسيون الغطاء عن بعض الفاعلين.